اتفق نادي الاتحاد السعودي مع النجم الأرجنتيني المحترف حالياً في صفوف يوفنتوس الإيطالي أنخيل دي ماريا لتعزيز صفوفه انطلاقاً من الموسم المقبل، وذلك حسب ما ورد في مصادر صحفية سعودية. وكشفت التقارير أن إدارة الاتحاد نجحت في إقناع نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق والمتوج بلقب كأس العالم 2022 في أواخر العام المقدم مع منتخب بلاده الأرجنتيني بتقمص زي النمور لمدة موسمين انطلاقا من موسم 2023-2024. وذكرت التقارير عينها أن نادي الاتحاد لم يكشف عن قيمة الصفقة المادية التي وصفتها المصادر بالضخمة، والتي ستنقل دي ماريا 34 عاماً من تورينو إلى جدة في صفقة انتقال حر. جدير بالذكر أن زئبقي تانغ انتقل إلى يوفنتوس بداية الموسم الحالي قادماً من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر أيضاً، وتعاقد مع فريق السيد العجوز لمدة موسم واحد. ويبدو أن قرار الرحيل مجدداً بسبب المشاكل الإدارية والمالية الكبيرة التي يتخبط فيها النادي الإيطالي. وتأتي هذه الصفقة في خضم حالة استثنائية يثيرها الدوري السعودي، والذي بدأ يستقطب نجوما من العيار الثقيل، يتقدمهم نجم نادي النصر الوافد حديثا البرتغالي كريستيانو رونالدو. ولا يبدو أن الصفقات المدوية ستقف عند حدود رونالدو أو دي ماريا في حال تأكد قدومه رسميا، ذلك لأن الأخبار المتداولة تؤكد سعي عدد من الأندية الأخرى على غرار الهلال وغيره لجلب أسماء عالمية من الصف الأول على غرار ليونيل ميسي ولوكا مودريتش وسيرخيو بوسكيتس وكريم بنزيما.